في إطار العمل الخيري والاجتماعي. وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، يتسابق أهل الخير لمساعدة المحتاجين. محافظة ناس الخير لولاية أولى جلال تعتبر من أبرز الجمعيات الناشطة في المجال الخيري والاجتماعي، وكعادتها تقدم برنامجا ثريا بمناسبة حلول شهر رمضان. محافظة ناس الخير في صدد تحضير 200 قفة لفائدة المعوزين الفقراء الأرامل المطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة. يعني القفة هذه جمعت بتحديات وتحديات كبيرة، ولكن كانت عبارة عن تحديات. اليوم تحدي السكر، غدا تحدي السميد، غدوة فارنة، غدوة، والحمد لله بفضل المحسنين في داخل وخارج الوطن يعني كان لهم الفضل الكبير في توفير هذه القفة التي تتكون من عدة مواد أساسية وتحتوي على تقريبا 20 مادة تحتاجها الأسرة الجزائرية، وأولها السميد، الزيت، والفريك، الفرينة، طماطيش، الحمص، الفرينة، الدجاج، التمر، الحليب، الديول. وإن شاء الله يا ربي راح نفرحوهم بأكثر وأكثر، وبارك الله في كل المحسنين. أصلة عن نفسي ونيابة عن كافة منتسبي جمعية محافظة ناس الخير، أشكر كل الداعمين والمساندين على هذه الوقفة. ما بخلوا يوما بدعواتهم ولا بأموالهم ولا بعطائهم. الولاية فخورة جدا بالناس الخيرة والطيبة التي تسعى دوما لمد يد العون. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جمعية ناس الخير في هذه الولاية الفتية، وكانت في الحقيقة عونا في هذه البلاد مع إخواننا الفقراء، فكلما قصدناها وطرقنا عليها الباب إلا وفتحت لنا أبواب وليس باب. فينطبق عليها حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا شيء يعني جميل، يعني كي تشوف يعني جمعيات كيما هاك تساعد المعوزين، هذا يعني في إطار التضامن. نشكر كل من ساهم يعني من محسنين، وكل من قام وكل من له يد من قريب ولا من بعيد، خاصة في شهر رمضان الكريم. لقد سخر الله لنا من عباده أناسا يسعون لمصلحة الآخرين دون مقابل ويتطوعون في سبيل الله. مثلما يعود النهر إلى البحر، هكذا يعود عطاء الإنسان إليه.